يعني لما بنت كره كوكا كده للجمهور. كوكا في الماتشات اللي قبل كده كان ممكن شويه الجمهور يحس انه كولر، انا هتكلم جمهور يعني، ممكن كنت تحس انه كولر فرضه على الجمهور، فالجمهور ممكن يقول لك ليه مبتدي بكوكا، ما تبتدي بمروان عطيه، فاهم قصدي؟ او لو مثلا اكرم في الجاهز يبقى اكرم طبعا مش كوكا، لانه اكرم احنا حافظينه وفاهمينه وعارفينه ومتاكدين من امكانياته. تالق كوكا بالشكل ده مع الوفره العدديه في خط نص النادي الاهلي، هل ممكن تخلي كولر يفكر بما انه بيجيد اللعب برجله الشمال انه كوكا يروح مع علي معلول، بما انه الموسم طويل وممتد ممكن يكون واحد من الحلول مع كريم الدبيس وعلي معلول، ولا كوكا نص ملعب يبقى خلاص هو نص ملعب؟ طيب، هو بدايه كوكا مع النادي الاهلي طبعا هو في الناشئين هو ارتكاز وبيلعب 8 وبيلعب في كل الاماكن هو اللي في نص الملعب، في الفيرست تيم اتوظف باك شمال لما راح فيرست تيم اتوظف باك اكتر وقت لعبه ايه؟ لعبه في نص الملعب بكل مساهمات. لا انا ما عنديش شك في امكانياته في نص الملعب، انا بقول هل من الممكن، خد بالك انا جاي لك راجع السولية، راجع ندفد، راجع اكرم، عندك مروان، ديانج، قفشه، امام، فانت عندك امبارح اتوظف توظف الملعب. الفكره ان هو بدا مع موسيماني كان بيلعب باك ليفت كحل بديل لعلي معلول، ومحمود وحيد وقتها كان مصاب، ظهر بشكل كويس، ادى بشكل كويس، ولكن دي مش المساحه اللي تبان سهله لكوكا ان هو يطلع او يظهر. كوكا لما بيلعب في نص الملعب بيبان بشكل كويس قوي، قدراته بتبان لانه لعيب متميز جدا في نص الملعب وعنده العين الحلوه. يعني انت عايزه يثبت نص الملعب؟ انا عايزه يثبت نص الملعب، وعايز برضو نتحرر من فكره ان احنا ده صغير وده كبير. كوكا اظهر للناس كلها واظهر كمان لمدرب منتخب مصر ان هو لعيب كبير، هو راح واخده فيتوريا معاه، دي حقيقه، فهو عنده الامكانيات وعنده القدره وعنده الشخصيه ان هو يكون ارتكاز في النادي الاهلي. وبالفعل دلوقتي لحد الان من ساعه ما بدا السيزون هو بياخد نص الدقائق مع مروان عطيه، مروان اللي كان مسيطر على كل الدقائق السنه اللي فاتت. طيب عادي، انت مجهز لنا حالات؟ عايز تقول حاجه على كوكا؟ حاجه مهمه جدا، اتفضل. كوكا اللي بيميزه عن باقي اللعيبه في نص الملعب ان هو لعيب كورته عاليه، لعيب كورته عاليه، زي هنا كوكا مثلا، عندنا الكوره هنا ناحيه الشمال مع علي معلول. كوكا مقرب المعلول يسند معاه، هياخد منه الكوره، الصوره اللي بعديها هنلاقي ان كوكا بياخد الكوره ويروح بص هنا كوكا فين؟ هنا جنب محمد هاني، كان في اقصى الشمال بقى في اقصى اليمين. كوكا هياخد الكوره تاني وهيبدا يبص لقدام ويزيد بيها، هنا بص هنا كوكا لوحده وسط كام واحد؟ هنا كوكا قادر ان هو عنده الشخصيه وعنده القدرات ان هو يستلم، هنا بيلعب الدبل باص مع امام عاشور، امام عاشور بيتحرك في ظهر نص الملعب وبيستلم في المساحه. هنا كوكا عنده الامكانيات واخد الواجبات ان الراجل يطلع بالكره من نص الملعب. هو 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 في كل الحالات اللي انت جبتها عادي، اكثر حاجه يعني لفتت نظري في كوكا، وانا حتى بتفرج على ماتش امبارح، انه في كل مشهد لقطه من دول بيستلم فيهم الكره هو قادر يخلق لنفسه مكان جوه الملعب بعيد عن بالزبط. الضغط، ففي هنا قدره عاليه على التمركز والاهم كمان من ده انه بيفتح زاويه التمرير السهله لاي لاعب مع الكره في نادي الاهلي، بالتالي انت ما عندكش مشكله في انك تباص الكره بمنتهى السهوله. صحيح، هو في لعيبه كتير جدا تحس انها بتبقى مستخبيه او مصعبه او قافله زاويه التمرير على زميلها. كوكا عنده من الذكاء انه يعرف يتمركز او يظهر لزمايله بشكل كويس جدا ويخلق نفسه المساحه اللي يستلم فيها من غير ضغط. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان هو عنده الشخصيه ان هو واحنا بنحضر اللعب من تحت قادر ان هو يظهر لزمايله ويستلم. ممكن تلاقي ان باقي اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب ما عندهمش نفس الامكانيه دي. مروان عنده الحته دي، مروان السنه اللي فاتت كان بيظهر لزمايله بياخد الكوره بيوزع اللعب، كوكا عنده الحته دي، عشان كده كوكا هو راجل مستخدمه في الحته دي وحطه مع مروان. ليه؟ لانه عنده الشخصيه. خط نص الاهلي ضرب نار السنه دي، هتقعد مين وتلاعب مين؟ ده سؤال يعني. هو الحقيقه مش خط نص الاهلي وخط هجوم الاهلي كمان، الحقيقه السنه دي ما شاء الله يعني ربنا يحفظهم ضرب نار. طيب